بص العربية دي هوراكان، لامبورجيني هوراكان 1000 كام؟ yeah, 1200 حصان، فيها باي تربو، فيها 2 تربو في 9 بس معمولين في العالم، ماشية أقل من 1000 كيلو للبيع بأكتر من مليون دولار. أنا نورمال هوراكان is for 300,000 يورو، الهوراكان العادية ب 300,000 يورو. But I can I say this or no? I think it's too much. What 1 million? It's not my style. It's not no, my لا, style. Style no, very nice style. Talking بس about يعني the... بامبرز ومن من تشاينا وحط 2 باي تربو الا 1 مليون هنمثل يابا انحرافين. اي كان ميك ذس فور ميبي 100,000 يورو. ده انا يفرشوا لي الحرفيين كده سجاده حمراء. ايه يا عم هنمثل على بعض؟ هو ده بجزمه زرقاء ده بياكل في شغل كابتن. اجيب واحد هياكل في شغل. يلا ليتس جو ليتس جو بيوتيفول. هما اللي وراك دول صحاب العربيه عاملين يبصوا لي. بتاعتك دي يا كابتن ولا ده جاي يتفرج زينا؟ شكله جاي يتفرج. اوف انا عايز صوره مع العربيه دي. وان بكتشر بليز. يس اوف كورس. ذس از ريل اور ماكيت؟ ليتس سي اف شي هاز ان انجن اور نوت. يلا تصدق ذس از ريل مان. بتهزر؟ This is real F1 car. Don't touch it. They're gonna start. Don't touch it. Then I want to hug it. No, I know, but this is real knowing. This is real F car. Whole engine, oh. Wow. Yeah. Look, the exhaust. You're talking like how can you ride Kimi Raikkonen? But hazard. Wow. Allah. This is when the Formula One used to be fun. Wow. The cam cylinder. The V8 or 10? I know. There's no information. مش مصدق انهم سايبين عربية كيمي رايكونن هنا كده لوحدها. بص. This car is the property of McLaren Racing and is not to be removed, مش عارف, without written permission from McLaren Racing. ماشي يا اخويا. ايه بقى؟ دي Mustang GT ها؟ شيلبي فين؟ I saw the SLR. اه يس لا I saw the SLR. واو. Beautiful. Very beautiful. Yeah. Flaming red. ايوه. تعالى نقرا اي حاجه. في 8 3000 سي سي. لا 5800 سي سي. 300 حصان بس. شيز اونلي 300 حصان. هاي مين البنت دي؟ ماشي ماشي. مش وقته يا روبن. مش وقته. يلا كلها بكره. ودي كوبرا تانية 400 حصان. في 8 5700 سي سي. اللي هناك احلى. دي بتاع ما تقوليش بتاعت ميكا هاكرين مثلا. Blinkers you can touch also with your finger. See here you press with your little finger and it makes a blink to turn right or left. ماشي ماشي. بصوا يا رجاله المكان ده هنا الراجل ده صاحب فول فيو وعايزين ان احنا ايه بس هو كده كده شغال الصراحه الله ينور لانه باع الفيسبا دي الستايلست بتاعت انجينير جو دي. ها مصففة الشعر او اللبيسة بتاعت انجينيرو جي دي ايا كان معنى كلمة ستايلست بالنسبة لك. اشترت السكوتر ده كهرباء. This is electric. Yes. ب50,000 يورو. ها 50,000 يورو بكام اليورو يعني مثلا مش عارف 2 مليون ونص جنيه سكوتر. معرفش ليه بس ماشي. She wants to have it on the yacht to go from one side of the other to the other. هتحطها على اليخت علشان خاطر اليخت بتاعها طويل. دي المصففة او اللبسة بتاعت انجينير جولي. ها مش انجينير جولي نفسها. هتحط ده على اليخت علشان خاطر تروح من اول اليخت. اليخت يعني مركب ها في البحر من اول اليخت لاخره بالسكوتر الكهرباء. ام 50,000. بص الصاروخ الفيراري ده صاروخ كاربون فايبر. بص السديري ده. طب بص البازوكا دي. بص فاكرين بتاع السخنه دي بتاع اللي بيقعد يلعب فيها ده. طب بص الانسان العالي ده. طب بص القنبله دي جامد. ها دماغه عاليه الراجل ده. مين بقى صاحب البارتيشن ده ولا ايه النظام؟ استنى بقى عشان في هبل في الجبل هنا. بص بص شايفين العربيه دي عادي. ها بالنسبة لكم قشطة يعني
بورش داكار رالي عارف اللي هو وحاسط الحاجات فوق العربيه وبتاع عشان يخش في الصحراء والجو ده. ده راح يحارب. بص بقى دي جامده جدا. سوى لو انت ماشي بالعربيه دي في الشارع. بص الهبل ايه ده ايه ده ال ال ايه ده. عارفين اللامبورجيني استراتو دي ايه ده ايه ده. نفسي اعرف ايه ده ايه اللي هو عامله ده. ايه الجمدان ده. مركب صواريخ على العربيه يا مان. مش هزار. مركب صواريخ. صواريخ طبعا صواريخ لعبه زي اللي في البات موبيل او يعني ممكن تكون مش لعبه اللي في البات موبيل من طياره حربيه بس دلوقتي مش شغالين. كانت طياره سوفيتيه الراجل بتاع اوكرانيا جابها من هناك. بس دول جامدين جدا برضه. بص عامل ازاي جامدين. ايه بقى اللي بيحصل هنا بقى. اوف ايه العربيه دي ولا واتس ذس. لافيتي 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 ايه لافيتي 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 ايه ده. Remember the one that we saw in the street, the race car that we said what is this near my house احلف in front of the mini dealership. What is this yeah. What is this. This is this is كهرباء or موتور. Street legal. No I think I don't know. طب let's know. يلا let's ask. ايه ده يا نهار ابيض يا ابني ايه ده. شفت العربيه دي عامله ازاي. ايه الهبل ده. اوف يا نهار ابيض يا فولفو. ايه شيز بيوتيفول. بيوتيفول ايه يا ابني. دي مكوك فضاء. يا نهار ابيض. اوف. طب هات بقى صاحب ال ده الراجل. This is the owner. Hello. Hi. بص دي ديزاينز تانية. بسكوتينو بيسكيت ايزي. بيستاكيو تو بيستاكيو. ماشي ده مستوحى من البيستاشيو. فستق ده من البسكوت. بسكويت. ماشي طماطم اوكي. بينك. فراولة. ستروبري. ليمونشينو. يو ميك ليمونشينو. يس يس من الليمون. ماشي. ده شغل فخر. ماشي. ففي ناس عايشة في البطيخ عادي يعني ما تركزش معاهم فاهم؟ ده بقى ايه؟ ده بتاع المصفف كابتشينو. because it has the colors of the cappuccino. ماشي ده لسه ما اتباعش. This is not for sale ها؟ This one is this one still not sold. Yeah, this is not sold. Yeah. ماشي طب احنا عايزين نعمل له تاج بقى. فين الانستجرام بتاعه؟ We should tag him ولا ايه؟ يلا شوف. بص اي شركة جديدة يعني شوف العربية شكلها جامد صح؟ وبتاع بس ما فيش حد هيحط فلوسه. العملاء اللي معاهم فلوس كلها متنطورين حوالين بوجاتي وكونيكزاج وباجاني ولامبورجيني وفيراري ومازيراتي واستون مارتن ومرسيدس وبي ام دبليو واودي ورينج روفر وبنتلي ورولز رويس. فلما يجي بقى واحد يطلع زي ده او زي ده ويقول لك 2.5 مليون وبطيخ مع ان العربيه شكلها جامد جدا وبص 1000 حصان اللي هناك دي بس الناس اللي معاها فلوس مش هتحط كل الفلوس دي في عربيه شكلها جامد جدا بس يعني ما حدش يعرف لافيت ده فاهم. هو ده سوق العربيات كده برضه. بص العربيه دي كلاسن. عارفين كلاسن بس في كلاس. في كلاس كلاسن. تعرف تقول في كلاس كلاسن 10 مرات ورا بعض. في كلاس كلاسن. في كلاس كلاسن. في كلاس كلاسن. طب العربية دي نفس عربية من لومو. عارفين لومو صح اللي احنا سوينا في السنة اللي فاتت اللي هو بتاع ال 24 ساعة. اخدوها وعاملين منها how many 40 they made صح او 24 واحدة بس في العالم ب 2.5 مليون يورو وستريت ليجل. العربية الصراحة شكلها مكوك فضائي بس هل تدفع في عربية اسمها لافيت. معرفش مين لافيت ده. 2.5 مليون يورو. يلا يا ابني في رينج روفر. ماشي ده ايه بقى. دي this car is for the moon. She went to Mars ولا ايه. probably concept to go to Mars. اي فستك. ودي ايه دي. Aspercal. There's one of these on AutoScout 24 for many years. No one buys it at the moment. Aspercal because no one buys this. Yes. العربيات دي ما حدش بيشتريها. ايوه ايوه. I want to know what's this, what's happening. It's a motor or electricity. It's motor, yeah. It's motor. Hybrid, yeah. Hybrid car. Hybrid. Yeah. But how many cylinders? V8. And yeah. How many liters? Honestly, I don't know, but it's a twin turbo.
twin turbo. Yeah, you have 1,000 horsepower. Alpha, so 1,000 yeah. horsepower. Okay, how much money? 2.5 million. 2.5 million. Yeah. Why? Because it's a Le Mans car, yeah. but homologate. You can ride this car, for example, in Monaco. Yes. Okay, interesting. Yeah. But you don't think for 2.5 million people would go buy a Ferrari SP2 Monza, maybe better, no, something because that only would hold 20, the price? 24 example. Yeah. But it's only full carbon. And okay. Lafitte Automobile, the first one, I think it's okay for me. Oh, we are talking to them, yes. it's not guaranteed yet, yes. so if it's either them or Ferrari, same like you have in Purosangue or A12. I put the motor either in Vuelta or Aventador or in Purosangue or in A12. In the motorcycle, the Arabian, it will be 1,200,000 euros. It will be, this is the model, will be V12. V12? Yes. No. It will have a cylinder. 1200 horsepower, 1200 newton meters of torque, 1200 kilos. 1200 kilo off, you're crazy. Yeah. And we will only make, yeah, well, we will make only 20 of them. 19 for sale, one for me. 19 for sale, one for me. Yes, and it will do 400 kilometers per hour. Off 400 kilometers per hour and you are in the air, kinda flying, holding like this. Oh, man. Fun. fun, Meshi. Yeah. Where are you from? Slovakia. I know. You heard about us, huh? You heard about okay, us, huh? And how much are you planning to sell this for? 1.2 million. 1.2 million? Yeah. Wow. But you are one of 20 owners. The first five have already been spoken for. Okay. Chassis 1 and 2 should go to Tate Brothers. اوكي بص الخشب ده في كلاس كلاس يلا بص واتس دلارة برضو يا يا ودي دلارة تانية فول كاربون فايبر برضو اكسبوزد هو ايه ده واتس ذا موتوسيكل عربية يا واو لا اوف ده دي جامدة بقى اوف يا جماعة بص موتوسيكل عربية في واحد ده لازم نعرف ايه بقى الجو ده كهرباء ولا بنزين Hello. Hi. This is what's this? This is it's a super quad. What? It's a super quad. Super quad. Super ATV. Super quad. Yeah. Yes. Beach buggy خارق. Super. Okay. Yeah. This is engine. يعني motor or petrol or electricity. Yes. We have this is our second model. The first one is downstairs. Yeah. It's the one which is working. Yeah. That one is 5.2 liter V10 from Lamborghini Huracan. This one Where is down, the blue one. Yeah. The العربية دي يعني شفت العربية اللي أنا قلت عليها الديفو يا نهار أبيض أوف مش عارف إيه بعشرة مليون يورو دي أغلى وأندر نادرة أكتر من الديفو 8000 سي سي 16 سلندر 1600 حصان توب سبيد 420 كيلو طبعا أنا بقرا من هنا عشان نشتغل بعض مسترال على حاملة الطيارات الفرنسية مسترال او الطيارة نفسها الحربية المسترال انا مش عارف بقول لك يا فول فيو يا حبيبي how much is this car بقى it's more expensive than the Devo yes ها يا فور شور بص من ورا عامل ازاي last W16 ايوه the last W16 is the number 500 they just produced last yes. model because it came out after the show ايوه I think it's more expensive they're still producing these oh really yeah That was a lot.